الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رحمة العالمين. وصلنا إلى قوله سبحانه وتعالى: قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. لو قلنا إنهم سألوا في قتيل قتل وبينا كيف قتل، واللي يحب يرجع بقى في الآية يرجع، مش هنعيد اللي احنا قلناه تاني، لكن باختصار قالوا له لما ربنا سبحانه ما اشتق لما جاء القاتل، وقلنا ان كان يعني كان قال انه كان واحد ابن اخ له عم غني، وكان له ابنه كان يريد ان يتزوجها، فرفض العم لفقر ابن الاخ، فقال لاقتلنه ولا اتزوج ابنته رغما عنه، ولارثه واكل ديته، فقتله ثم القاه بين سبطين او في احياء من بني اسرائيل، فتدافعوا ثم ذهب الى موسى يبكي وقال قتلوا عمي، فاوحى الله سبحانه وتعالى ان يذبحوا بقره. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الذي نفسي بيده لو انهم ذبحوا اي بقره او ادنى بقره لاجزاتهم او لاوسعتهم، لكنهم شددوا فشدد الله عليهم. قول لنا لونها ايه؟ قول لنا. فالمهم قلنا لا فارد، قالوا ده بقره باين، قال لا فارد، وقال هي بقره لا فارد ولا بكر، لها كبيره قوي في السن ولا صغيره قوي، لكنها ولكن لا فارد ولا بكر عوان بين ذلك، اي انها قال بعض اقسام العلماء جابت بطن او اثنين، يعني في وسط العمر. فافعلوا ما تؤمرون، يعني ما تسالوش ثاني. واحنا قلنا انه كثره السؤال مكروهه جدا. يا الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم ان تسالوا عنها حين ينزل القران تبدى لكم قد عفى الله عنها، ان الله قد عفى الله عنها والله غفور حليم. يا الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم ان تسالوا عنها حين ينزل القران تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور، قد سالها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين. فكثره السؤال، لان اهلك من كان قبلكم كثره سؤالهم واختلافهم على انبيائهم. فشددوا واكثروا السؤال، ولو كانوا ذبحوا اي بقره لكفته. ففعلوا ما تؤمرون، يعني ما يسالوش ثاني، لكن سالوا. قالوا ضلينا بقره ما لونها؟ قالوا انها قلنا بقره صفراء فاقع لونها، يعني العلماء قلنا صفراء، بعض العلماء قالوا انها سديده تميل الى السواد او سوداء شديده السواد. ويقال على البقر البقر الصفراء هو بقر، هذا تشبيه كان العرب يقولون قديم على البقر الاسود شديد السواد، اسود لونه حتى يعني يكاد يكون اصفر. وقال بعض العلماء ان زلفها انا زلفها وقرنها كانوا كان 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 اصفر، كان لونه اصفر. قال بعض العلماء هي كانت صفراء كلها، ولا زال كانت صفراء كلها، وهذا هو الراي الارجح. قلنا ان اللون الاصفر لون نادر في البقر، فهذا يصعب مهمه بني اسرائيل فان يحصلوا على ان يعني يصلوا الى هذه البقره، وهذا عقوبه، هذه عقوبه من الله لهم على تعنتهم وكسر سؤالهم. فهي صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، صفراء فاقع لونها يعني شديده الصفار، شديده الصفار يعني في الالوان الفاتحه زي اللون الاحمر والاحمر الاصفر حاجه بيقال فاقع، اللون الاسود يقال شديده القتامه او شديده السواد، اللون الابيض يقول شديد النصاع، يعني ابيض شديد، ابيض شديد النصاع. فده الراي الراجح انها كانت صفراء الله اعلم. فصفراء فاقع لونها تسر النظر، قلنا ان سيدنا عبد الله بن عباس كان بيقول انها كانت يعني لونها كان جميل جدا، لدرجه ان انت لما تبص لها يتهيأ لك ان الشمس بتشرق منها، يعني بتعكس اشعه الشمس من صفاء لونها، وتحس ان اشعه الشمس طالعه منها وتثير البهجه. ولذلك قال العلماء ان اللون الاصفر يثير البهجه في النفس. صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، فتسر الناظرين. قالوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ان البقره تشابه علينا، تشابه علينا فتكون البقر كله زي بعضه، ودينا علامه ثانيه. ف عبد الله بن عبد الله بس يعني الرسول قال في الحديث: ستاتي عليكم فتن كوجوه البقر، وجوه البقر يعني كلها زي بعض في الشده كلها. فالعلماء قالوا فهي يعني معناها ان هي البقر تشابه علينا، يعني البقر كله زي ما بعضه، هنعرفها ازاي؟ ان البقر تشابه، وان ان شاء الله لمهتدون. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: والذي نفسي بيده لو انهم لولا انهم استثنوا قالوا ان شاء الله ما اهتدوا اليه ابدا. لكن ربنا سبحانه وتعالى الهمهم ان يقولوا ذلك رحمه باولياء القتيل الذي قتل، او رحمه بالقتيل الذي قتل حتى يعني
يقتص له، ليس رحمة بهم هم. فقالوا إن إن شاء الله المهتدون، ولولا أنا مستثنوا وقالوا إن شاء الله ما اهتدوا إليه أبدا يوم القيامة كما قال رسول الله. لذلك يعني قول إن شاء الله مهم جدا. سيد سليمان قال لو طفنا اليوم على مئة من نسائي فأجامعهن فآتي 100 فارس يجاهدون في سبيل الله كفارس واحد. كان سيدنا سليمان يحب الجهاد في سبيل الله جدا، يحب الخيل جدا، يعني يحب الخيل ويحب الجهاد في سبيل الله. فأرزقه الله سبحانه وتعالى بشطر أو بشق طفل أو ولد فقط. وهذا تفسير قال الله سبحانه وتعالى في سورة صاد: فألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فألقينا على كرسيه جسدا، فيها هناك تأويلان. تأويل لما راح ملكه الشيطان جلس على كرسيه واخذ وكان يحكم مكانه، وكتب كتب السحر وضعها تحت كتابه تحت كرسيه. فعندما مات وجدوا هذه الكتب ظنوا ان سليمان كان ساحرا، وظنوا يلعنوا سليمان ويسبوه حتى جاء القران، ومن عادتهم سب الانبياء وسب رب العالمين في كتبهم، حتى جاء القران وبرأ موسى عليه السلام. ما كفر سليمان، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر لا تكفر. فكانوا بيقولوا على سيدنا موسى انه سحر، جاءت القران براءه. فالقينا على كرسي جسدا، ان الشيطان قعد على كرسي مكانه، او ان ربنا سبحانه وتعالى القى شق طفل بسبب انه لم يستثني ولم يقل ان شاء الله. وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعقيبا عن هذا الحديث: والذي نفسي بيده لو ان سليمان قال إن شاء الله استثنى لرزقه الله سبحانه وتعالى بمئة فارس يجاهدون في سبيل الله، ولكنه لم يستثن فحرم ولم يقتل إلا شيء. شوف بقى ربنا سبحانه وتعالى مع كده مع نبي عظيم من أنبيائه، ويعمل إيه مع عصاة زي بني إسرائيل. وده يوريك أهمية كلمة إن شاء الله في كل شيء. فقالوا إن شاء الله لمهتدون إليه. قالوا إنها يقول إنها بقر لا ذلول تثير الأرض، لا ذلول تثير الأرض. قالوا إنها بقرة وحشية، بقرة منعمة مدللة، لها لا تجر ساقية، لا تجر ساقية، ولا هي ولا تحرث، ولا لا تجر محراثا، فلا بتجر ساقية ولا بتجر محراش، لا ذلول يعني مش مذللة، مش ذليلة في العمل، مش منتهى. تثير الأرض، لأن كان من عدد بني إسرائيل كانوا بيستخدموا البقر، وحتى الآن في جر الساقية وجر المحراث ما كانش فيه طبعا مكان زي دلوقتي. مسلمة لا شيء فيها، أي مسلمة من كل أذى من كل عيب، ما فيهاش أي عيب، لا هي عرجة لا هي عمياء، لا هي مقطوعة الأنف لا مقطوعة الأذن لا مقطوعة الذيل، مكسورة الأسنان، لا كسيحة لا هزيلة لا ضعيفة. مسلمة لا شيء فيها، لا شيء فيها يعني معناها ما فيهاش أي علامة، كلها صفراء، ما فيهاش بطعة بيضاء، ليس فيها بطعة بيضاء، ليس فيها بطعة سوداء، ليس فيها بطعة حمراء، كلها لون واحد. وده برضو يصعب مهمة بني إسرائيل. قالوا الآن جئت بالحق، وده من سفه بني إسرائيل. يعني قبل كده قالوا أتتخذونها هزوة، يعني كيف تتجرأوا على سيدنا موسى تقولوا هذا؟ هل سيدنا موسى في هذا لكل مقام ما قال؟ هل سيدنا موسى هيمزح معكم ويهزأ في قتل إنسان فيقول لكم اذبحوا بقرة سخرية منكم مثلا؟ وبعدين شددوا على أنفسهم، وبينا أن الإنسان إذا شدد على نفسه فأي شيء، كما فعلنا نحن الآن، فشددنا على أنفسنا في الزواج، في أمور الزواج، فشدد الله علينا في شددنا على أنفسنا في المهر وفي الشبكة وفي كل شيء. وكثير منا يقول لا ندخل ولا نتزوج حتى يكون عندنا كذا وعندنا كذا وعندنا كذا والشقة كذا، فشدد الله علينا فانتشر الزنا وتأخر الزواج وفي أشياء كثيرة، فشددنا على نفسنا فشدد الله سبحانه وتعالى علينا. ففعلنا كما كانت تفعل بنو إسرائيل في الماضي. قالوا لنا بركة يبين لنا ما هي بقرة الشعب إن شاء الله. قلنا بقرة ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرص مسلمة لا شيء فيها. قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. أنهم كانوا أقرب عدم الفعل بسبب تصبطهم وتعنتهم وسفههم وقلة أدبهم. ولكن يعني قال بعض العلماء أيضا لأنها كانت غالية الثمن جدا زي ما حنبين دلوقتي، فما كادوا يفعلون بسبب غلاء الثمن،
لانهم شددوا على انفسهم فشدد الله عليهم، فلم يجدوا هذه البقره الا عند انسان واحد كما مبين الان، فباعها لهم باضعاف اضعاف اضعاف الثمن. طيب بعض العلماء يعني العلماء قالوا في هذه البقره دي كذا قصه. بعض العلماء قالوا كانت عند امراه يعني كانت تربي ايتاما ولم تكن موجوده الا عندها فقط، فرفضت البيع لهم لانها كانت تعيش منها وتاكل منها، فبعتها بعشرة اضعاف الثمن. بعض العلماء قالوا انها قالت لهم اذنها لي ذهب، ده لي ذهب. وبعض العلماء قالوا املؤوا لي مسكها او جسمها دنانير ودوها لي. دي قصه. قصه بعض الناس كانوا كان رجلا بارا ببني بابيه، وكان ابوه نائما، فجاءه رجل معه لؤلؤ فكان يريد ان يشتري اللؤلؤه لابيه او لنفسه، فقال او لابيه، فقال له انتظر حتى يقوم ابي. فقال له انا متعجل اريد ان امشي. فعرض عليه 60 الف دينار او درهم، فقال له ازيدك وانتظر. قال له انقصك وانتظر، خدها ب50 بس خدها دلوقتي. قال له لا ما اقدرش، خدها ب40، خدها دلوقتي. قال له خدها ب30 وخد بس خدها دلوقتي خليني امشي. قال له لا. قال له هديك 70 بس استنى انتظر. قال له لا ما اقدرش انتظر. هديك 80. قال له انتظر. قال له هديك 100 بس انتظر لما ابي يستيقظ، مش عايز صحي ابوه. قال له لا. فتركه. فتصرف هذا الرجل فعوضه الله سبحانه وتعالى بهذه البقره. بس المفسرون لم يقولوا كيف يعني تحصل على هذه البقره، لكن البقره كانت كارجع الاقوال بقره وحشيه، لان لو كانت عند واحد اللي هيخليه عنده ما يشغلهاش. بعض الناس قالوا كانت بقره، هذه البقره للرجل، فتركها ترعى، كانت ترعى وكانت مش كانت يعني بترعى. فقبل ان يموت استحفظها الله سبحانه وتعالى، قال ربي اللهم اني استودعتك هذه البقره فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ثم مات. ثم ضاعت هذه البقره. طب لو كانت ترعى ما كانتش تمرون لا بتجر محرات ولا بتعمل. فعندما كبر الابن فقالت له يا ولدي ان اباك قد استحفظ لك بقره فاسا فابحث عنها. فخرج فابحث عنها فاذا بها بالطريق، فعرفته فجاءت اليه. اول ما شافته عرفته وراح جايه له، فاخذ بقرنها ومشى بها. فمشى بها ف وكانت صفراء وكانت فيها كل الصفات المطلوبه. فوجدوها عند هذا الرجل، او وجدوها عند المراه، او وجدوها عند هذا الرجل اللي هو كان عايز يشتري اللؤلؤ، كان عايز يشتري اللؤلؤ. فالرجل رفض ان يبيعها لهم، فقال لهم لا ابيعها لكم. فقال له فاشتكوه الى سيدنا موسى عليه السلام. فذهب بهم الى موسى، قال له يا نبي الله هذا مالي وانا اولى به. فقال لهم انه على حق، اعطوه ما يريد. قالوا ان يزلها لك ذهب ونديها لك. قال لهم لا. قالوا طب نديك ضعفها ذهب. قال لهم لا، ثلاث اضعاف اربع اضعاف حتى وصلوا الى 10 اضعاف. فباعها لهم ب10 اضعاف ثمنها ذهبا، سواء كان الراجل بتاع اللؤلؤ او كان الراجل ده او كانت المراه اللي صاحبه الايتام، الله اعلم. العلماء لم يرجحوا قصه على قصه، لكن كل هذه القصص رواها ابن طبري، رواها الامام الطبري وابن كثير وغيرهم من العلماء في قصه البقره على اختلاف من اقوال العلماء. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. طيب وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، لو قلنا ان القاتل سواء اللي هو القاتل يعني اللي قلنا اللي هو قتل عمه ده، على اختلاف الاقوال العلماء، بعضهم قال كان قتل عمه عشان مش عايز يجوزه منته زي ما قلنا دلوقتي قبل ما قلنا الان. ف قال سأرثه وأتزوج ابنته رغما عنه وأكل ديته و ف أو كان قال بعض العلماء أنه كان أخوه أو ابن أخوه أو أخوه، وكان القاتل على أغلب يعني أقوال العلماء أنه كان بيرث، القاتل كان بيرث. ف وبعض قال الإمام مالك في موطئه أن هذا الرجل كان اسمه أحيحة ابن الجلاح، فإنما قتل هذا الرجل وكان في نيته ان يرثه فحرم من الميراث بسبب قتله وقتل. ومن ساعتها يعني سن موسى لهم ان القاتل لا يرث، وظل هذا في العصر الجاهلي حتى اتى الرسول صلى الله عليه وسلم وثبت الاسلام هذا الحكم الشرعي. فبعض الاحكام الشرعيه في الجاهليه كانت تكون جيده وكويسه، زي قطع يد السارق لما انتشرت السرقه وكانوا بيسرقوا من الكعبه، فقالوا نقطع يد السارق.
فجاء الاسلام وثبت هذه الحكم، وثبت هذه السنه، وجعلها حكم شرعيا في القران. ف المهم ف فالدائرات فيها يعني كل واحد منهم بيدفع التهمه عن نفسه، تهمه عن نفسه بالقائها على غيره. زي ما بقول درء المفسده مقدم على جلب المنفعه، درء معنى الدفع. فدارتهم فيها اي فاختلفتم فيها، فدارتهم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. الراجل اللي قتل عمه ده، او اللي قتل اخوه، او اللي كان لو واحد كان عقيم وكان له ولي وكان فتعجل الميراث فخطر على اختلاف الاقوال العلماء برضه، خد الجثه والقاها بين حيين من او سبطين من سبطين بني اسرائيل. قلنا في 12 سبط، كل سبط كان بيبقى له بيت مستقل وباب، وفي سبط مال، في سبط ملك، في سبط نبوه، في سبط في سبط. والقاه ناحيه باب من البيبان، ففتحوا الباب لقوا القتيل امامهم. ف الطرف الثاني قالوا انتوا اللي قتلتوه، قالوا لا ده انتوا اللي قتلتوه، حذفتوه قدام بابنا عشان يبقى تتهمونا فيه. ف وخدوا اقتتلوا، كادوا ان يقتتلوا، ورفعوا السلاح على بعضهم من بعض. هو كده قوة تفسير قول الله فدارتم فيها اي فاختلفتم فيها، كل واحد بيلقي التهمه على غيره، او بيدفع التهمه عن التهمه عن نفسه بيلقيها على غيره. فدارتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، ربنا هيخرج اللي انتم كنتم تكتموه. فقلنا اضربوه ببعضها. بعض العلماء قالوا ببعضها بالذيل، بعض العلماء قالوا بالذيل بتاعها، بعض العلماء قالوا بالرجل، بعض العلماء او بالقرن، يعني على اختلاف من اقوال العلماء. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ببعضها، ما بينش ضربوها بايه، وده مش مهم. فقال ضربوا بعض، كذلك يروح الله الموتى ويريكم اياته لعلكم تعقلون. فاستيقظ الميت وقال واشار، قال الذي قتلني فلان ثم مات مره اخرى، لان الميت لا يمكن يرجع، لكن ربنا احيا فقط لاجل هذه الايه. فكذلك يحيي الله الموتى ويريكم اياته لعلكم تعقلون. طبعا قال تعقلون لان هذه ايه يعني عظيمه جدا، فأي إنسان عنده مسحة عقل يعتبر بهذه الآية. فلا لم يكن لعلكم تتفكرون، أو لكم، لأن مش محتاجة تفكر، فمحتاجة أقل نسبة ذكاء أو نسبة عقل. ففي الحاجات اللي فيها برهان قوي جدا ربنا يقول تعقلون، ما قلتش تتفكرون أو تتذكرون، يقول تعقلون. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، تشوف تفعيل الجرس في الشرق القناة، سلامكم جديد، ساعدوني 10 سنوات، أقول قولي هذا.